والله العظيم كي شفتك تكثر تذكرت واحد الأم رحمها الله صحراوية بطلة، أم باشوندا معروفة، التي قالت ما جينا ركوبه وما هبطنا، وتلاقيتها في 1988 قالت وأنا شاب صغير، قالت لي تعلم قصيدة واحفظها، إذا تلاقينا نتلاقوا بها وإذا ما تلاقيناش ذكر بها أبنائنا. في القصيدة كانت تقول ذبحوني من وريدي لوريدي، وسقوني المر في كل صعيدي، مزقوا زوجي ولم أعبأ بهم، ومضوا نحو صغيري ووحيدي، غرسوا الحربة في أحشائه، فغدت تكبير أصداء نشيدي، دمروا بيتي، وهل بيتي هنا؟ إن بيتي فوق هاتيك الحدود، وتلفت فلم أعثر على غير أبناء المروك واليهود، أين فخر العرب مذخور لمن؟ إلا أبناء الجزائر درع الصمود. رحمك الله يا الأم باشوندا، امرأة تمثل آلاف وعشرة آلاف من الرجال. الشعب الصحراوي درس في الصبر والثبات والعزيمة، وعلم العالم الذي ينظر خماسية مثلثة، 50 سنة 500 ألف عنصر من الجندي الملكي مقابل 5 آلاف عنصر من جبهة البوليزاريو، ولم يتقدموا شبرا. لما تقدموا إلى المرحوم هو ريبو مدين، بعد أن يعني تعرفوا أن القذافي رحمه الله يعني كان قد قدم لهم السلاح والدعم قبل أي شخص، تقدموا إلى المرحوم هو ريبو مدين، قال هل تحتاجوا دعم بشري؟ يقول الصحراوي الأبطال، قالوا عيب السلهواري أن يدافع الجزائري على المرأة الصحراوية، نحن لن نقبل هذا. وتعلم يعني احترمهم المرحوم بومدين، وقال كلمته الشهيرة: يجب علينا احترام قرار الصحراويين، ولن نسمح بذبح أبنائنا وجيراننا وإخواننا، لن نسمح لذلك. لهذا كان أقول المخاركة مزبلة التاريخ، إن كنتم تتكلمون كل مغن يغني على ليلى، أما إن كنتم يعني تنتظرون من الجزائر أن يقدموا لكم الصحراء الغربية يعني هكا ببيع هؤلاء الأبطال الذين صبروا 50 سنة، لن يكون لكم ذلك. يعني مشكلتكم كامل الصحراء الغربية، لم تستطيعوا صد هجمات، ولم تستطيعوا الدفاع على جنودكم وعلى، لا أقول جنود الجزيرة، ذلكم وفئرانكم. تقدموا. إن كنتم تظنون أن بنات الجزائر صبيات يلعبن هناك يعني فعلوا ما شئتم، تقدموا، ستجدون، لا أقول جزائريين، وإنما أبطال الصحراء، رجال الصحراء الأشاوس، ساومتمونا بمئات الكيلومترات من الشمال للجنوب،